من كام يوم تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بجامعة عين شمس. الوحدة دي بتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لعلاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا. مهمة قوي طبعا هذه الوحدة، عايزة أعرف هل بتعالج كل جلطات المخ؟ بص يا فندم، هو الوحدة دي هي وحدة متخصصة في علاج طبعا الجلطات المخ. هي جلطات المخ في نوعين، يعني من السكتة الدماغية الجلطات والنزيف. الجلطات بيتم التعامل معاها بحاجة اسمها الويندو، أو اللي هي اللي عندنا بيبقى عندنا ساعتين بحد أقصى إن إحنا ندي مصيب جلطة علشان ما تعملش إعاقة دائمة أو نوع من أنواع الشلل بعد كده. فده نوع الجلطات، وده بيتم التعامل معاه طبعا في الطوارئ بطريقة مجانية عن طريق وحدة السكتة الدماغية دي. والنوع الثاني اللي هو النزيف بالمخ، وده النوع الثاني من أنواع السكتة الدماغية، وده في جزء كبير منه دلوقتي حاليا بيتعالج عن طريق القسطرة، عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام جهاز القسطرة. بيتم وضع دعامات أو وقف النزيف دوت برضه بحيث ان هو ما يأثرش وما يعملش إعاقة. فهم دول النوعين من السكتة الدماغية اللي بتعالجهم الوحدة الجديدة اللي احنا افتتحناها دي. الحمد لله احنا افتتحنا الوحدة دي من حوالي 10 ايام كده بحضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور محمد ايمن عاشور والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبنبارك لهم طبعا على التجديد ليهم في مجلس الوزراء. اكيد. جميل. دكتور طارق، هل عندنا ارقام واحصائيات عن عدد المصابين بالسكتة الدماغية في مصر؟ يعني بعض الأرقام كده بتقول إنه في العالم حوالي 15 مليون شخص بيعانوا من هذه الأمراض، أو تحديدا من التعرض للسكتة الدماغية. هل عندنا أرقام تمام وإحصائيات بعدد اللي ممكن يتعرضوا المصابين في مصر؟ طبعا احنا عندنا حوالي 200 ألف مصاب تقريبا في السنة بالسكتات الدماغية، في حدود 200-250 ألف تقريبا في السنة. وده طبعا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة للعالم كله، في 15 مليون بس. طبعا نسبتنا تعتبر كبيرة، وهو ده بيبقى تأثير نتيجة طبعا لمرض الضغط، عدم مرض الضغط والسكر والكوليسترول وعدم تخطيط الحاجات دي في العلاج بيؤدي طبعا إلى أنواع السكتات الدماغية. طب والنزيف يا دكتور سببه إيه؟ لا، هو السكتة الدماغية سواء جلطة أو نزيف بتبقى لنفس الأسباب، بس طبعا يعني ممكن الضغط يسبب نزيف في المخ؟ طبعا الضغط العالي، ولو في تصلب في الشرايين الشريان بيفتح ويحصل نزيف، فهي سواء جلطات أو نزيف غالبا نفس الأسباب. بس طبعا ما بنقدرش، يعني كل مريض ليه طبيعة على حسب طبيعة الشرايين بتاعت المخ بتاعته. طبعا يعني بتحتاج المصاب بالسكتة الدماغية بيحتاج إلى تدخل سريع ودقيق جدا. قول لنا كده دكتور، إزاي بيتم الـ يعني معالجة سريعا لمن يتعرض للسكتة الدماغية، والتعامل معاه بيكون إزاي؟ طبعا هو زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو أهم حاجة التشخيص السريع. فأول حاجة، يعني أول جزء أو واجب يقع على عاتق أهل المريض أو المريض نفسه لما يحس بأي disturbance في level of consciousness، يعني درجة الوعي بتاعته مش مظبوطة، في أي مشكلة في الكلام، في الحركة، في النطق، في الذاكرة، يتوجه لأقرب مستشفى مجهزة. ودي نصيحة طبعا، دي أول خطوة، أقرب مستشفى مجهزة يعني مستشفى جامعي، مستشفى تعليمي تبع وزارة الصحة، مستشفى يكون فيه جهاز أشعة مقطعية قادر على التشخيص السريع، لأن بيبقى عندنا الفترة اللي هي الويندو دي هي اللي لازم نتصرف فيها، اللي هي خلال أول ساعتين من الإصابة. وبعد كده طبعا بيتم توجيه المريض لو محتاج زي ما اتفقنا مزيد جلطات، او محتاج قسطرة لوقف النزيف. يعني استكمالا كمان للاعداد، احنا كنا يعني عندنا اوريدي بنعمل الخدمه دي، ولكن كنا بنقدر نخدم سنويا مش اكثر من 400 مريض. ان شاء الله بالوحده الجديده اللي احنا افتتحناها وزياده الكباسيتي في رعايه القسطره والجهاز طبعا اللي عندنا ده، جهاز هو احدث جهاز على مستوى العالم. الجهاز ده ميزته انه بيعمل اشعه مقطعيه وفي نفس الوقت بيشخص، وفي نفس الوقت نقدر نستخدمه كاشعه تداخليه ونركب الدعامات وكده.
هنرفع قدرتنا الاستيعابيه من 400 ل 1500 مريض سنويا ان شاء الله. طب واحنا عدد الاسره قد ايه يا فندم؟ اللي احنا افتتحناها، الوحده اللي احنا افتتحناها دي عباره عن 26 سرير رعايه كلهم رعايه مركزه ووحده القسطره، هتضاف طبعا للخدمه اللي موجوده حاليا اللي هي كانت 15 سرير، فكده التوتال هيبقى حوالي 40 سرير. جميل. وحده السكته الدماغيه والقسطره المخيه بجامعه عين شمس فيها كمان استخدام وتوظيف لتقنيات الذكاء الاصطناعي. بالظبط تمام. كلمنا يا فندم عن ازاي بقى بيتم توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجه من يصاب بالسكته الدماغيه. بص يا فندم، هو الحقيقه برضو يعني موضوع الذكاء الاصطناعي احنا شغالين فيه هاند ان هاند، يعني بالتوازي مع كل الخدمات اللي بتقدم عن طريق الاشعه التشخيصيه والاشعه العلاجيه. احنا عاملين اتفاقيات مع شركات معينه، مش عايز اقول الاسماء دلوقتي، بس ولكن من اقوى الشركات اللي بتشتغل في مجال الاشعه التشخيصيه والعلاجيه. الفكره كلها فكره الذكاء الاصطناعي، اللي احنا شغالين حاليا في مرحله استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص وليس في العلاج، يعني لسه ما وصلناش لمرحله العلاج، ولكن بيساعدنا الذكاء الاصطناعي في ان يتم عرض كميات كبيره جدا من الاشعاعات على الاجهزه اللي موجوده، بحيث تساعدنا في التشخيص السريع وتؤكد التشخيص او تنفيه. وبعد كده داخلين، يعني احنا لازلنا في هذه المرحله، وبعد كده المرحله اللي بعديها بقى اقتراحات العلاج، وبعد كده التدخل في العلاج. ولكن حاليا احنا الحقيقه حققنا شوط كبير جدا في المساعده في التشخيص عن طريق الذكاء الاصطناعي. طيب دكتور طارق، يعني حضرتك اتكلمت ان احنا تقريبا في مصر معانا 200 ألف شخص بيعاني سنويا من الاعراض او من السكته الدماغيه او النزيف بالمخ. اتكلمنا عن ضروره تعميم نموذج وحده علاج جلطات المخ والسكته الدماغيه بكليه طب عين شمس في جميع انحاء الجمهوريه. طبعا الحقيقه ده ضروري جدا، اولا ضروري نشر الثقافه والوعي عن السكتات الدماغيه، وضروري ان يكون طبعا في وديد كان تطرق ليها الاستاذ الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعه والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه في الكلمه اللي القوها اثناء افتتاح الجلسه او اثناء افتتاح القسم يعني. وفعلا احنا عندنا حاليا في مصر حوالي 99 وحده سكته دماغيه متوزعه، طبعا مش كلها بنفس المستوى ومش كلها بنفس التجهيزات، ولكن لابد ان تبقى في دراسه على المساحه، يعني كل مساحه معينه بتخدم عدد معين من القوى البشريه او في عدد معين من السكان، لابد ان يكون فيها وحده مجهزه باعلى التجهيزات شبه كده علشان نلحق، لان لو مريض في مكان بعيد شويه عن اقرب وحده ممكن ما يتلحقش عشان بس بعد المسافه. فلابد يتعمل دراسه كده. وطبعا الدكتور ايمن عاشور والدكتور خالد ابو فرد بيشتركوا مع بعض في دراسات لعمل كده لتخطيط جمهوريه مصر العربيه كلها. طبعا الوحده مجهزه بمستلزمات واجهزه على احدث مستوى ووفقا للمعايير العالميه. ده بالنسبه للاجهزه، عايزين نتكلم بقى على الكوادر الطبيه، وجامعه عين شمس طبعا يعني مليانه بالكوادر الطبيه المتميزه جدا. الكادر الطبي والهيئه المعاونه اللي بتشتغل في هذه الوحده يا فندم. هو طبعا ده سؤال جميل جدا. طبعا زي ما حضرتك قلت، احنا ميزتنا كجامعات مش بس او الهدف الاساسي بتاعنا ككليات طب حكوميه واهليه مش بس العلاج بتاع المرضى، بالعكس الهدف الاهم هو ان احنا بنعلم الدكاتره بيتخرجوا من عندنا تدريب وبحث علمي. فطبعا جامعه عين شمس حضرتك عارف انها من اعرق الجامعات في جمهوريه مصر العربيه، واحنا متميزين ان احنا عندنا جميع الكوادر بنخرجهم من عندنا، بندرب الكوادر في اللي بتتعين عندنا في كليه طب جامعه عين شمس او كمان في وزاره الصحه، بنديهم مسؤولين عن تدريب طبعا برنامج الاطباء المقيمين الاطباء الامتياز مع طبعا برنامج الزماله والبورد العربي والزماله المصريه والبورد المصري كمان اللي هو داخل دلوقتي على التراك، واحنا طبعا بندرب جميع الكوادر دي وبنخرجهم متخصصين في هذا النوع من التدخلات وغيره طبعا. فدي مهمه جدا. وفي جانب اخر كمان بقى زي ما حضرتك تطرقت اليه برضو غير القوى البشريه، وهو المستهلكات. الحقيقه طبعا الاجهزه دي بتشتغل عن طريق مستهلكات غاليه الثمن، اسعارها تعتبر غاليه جدا. الحقيقه الدوله بتدعم بقوه عن طريق مبادره القضاء على قوائم الانتظار جزء كبير جدا من المستهلكات ديت،
ولكن طبعا ما نقدرش نستغنى عن منظمات المجتمع المدني اللي بتساعد، لان حضرتك برضو يعني جدير بالذكر ان الوحده دي كلها قامت عن طريق تبرعات من منظمات المجتمع المدني، وطبعا تبرع من البنك الاهلي المصري اللي هو تبرع بانشاء الوحده دي والاشراف على تنفيذها يعني. فطبعا ده برضو جزء مهم جدا، لان المستهلكات والاصابر والحاجات اللي بتستخدم في علاج النزيف دي تعتبر من اغلى المستهلكات الطبيه. طيب دكتور طارق، اخيرا نصائح لمشاهدينا لتجنب السكتات الدماغيه. اهم حاجه طبعا النصائح العامه، اهم حاجه طبعا ضبط الضغط الدم، ضبط السكر، ضبط الكوليسترول، لان هي دي المشاكل الاوعيه الدمويه سواء جلطات القلب او جلطات المخ او السكتات الدماغيه او النزيف بتبقى دايما سببها عدم استقرار في حاله الاوعيه الدمويه نتيجه عدم استقرار الضغط، وده بيبقى اسبابه طبعا السكر والكوليسترول، ده الاساس. والانتظام على العلاج، وزي ما قلنا لو في حاله اي اعراض فيها اي بالذات في السن الكبير، عدم اتزان، عدم قدره على التركيز، اضطراب في درجه الوعي، عدم قدره على تحريك جزء من الاطراف، يتوجه لاقرب مكان مجهز. دي اهم نصيحه يعني. جميل. دكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بشكرك شكرا جزيلا، يعني إضافة طبية جديدة لمنظومة الصحة في مصر، وحدة للقسطرة المخية والسكتات الدماغية بجامعة عين شمس.